إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها تصل إلى الحيض، فإن شاءت أخرتهما وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة وهو أحسن وأولى، ويبقى في الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الأولى.